التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى. قد تم خلال اللقاء استعراض أواصر العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها على مختلف الأصعدة. وأكد جلالة الملك المفدى وسمو أمير دولة الكويت على السعي الدائم والمستمر لتطوير آليات التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة الكويت في شتى المجالات. كما تم خلال اللقاء بحث مختلف مجريات الأحداث في المنطقة وتبادل وجهات النظر.